الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء الأعزاء والبنات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أنقل إليكم تحيات وتمنيات والد الجميع، كيف لا وأنا أرى في هذا المعرض العظيم أبناءنا وبناتنا يشمرون عن سواعدهم وينزلون إلى ميدان العمل وساحة البناء لينهضوا ببلادهم إلى المكانة التي تستحق. إنني أعتز بكم وإنني لفخور بكم وإنني متأكد بأننا سنصل إن شاء الله وإياكم بهذا الوطن العظيم إلى اللحظة التي نراكم فيها ونحن نفتخر بكم وقد رفعتم راية التوحيد، راية المملكة العربية السعودية في المكانة التي يجب أن ترفع، وهي في مقدمة دول العالم إن شاء الله. أيها الأبناء والبنات، سيروا على بركة الله وعين الله ترعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.